دكتور مراد، حتى نختم حديث يعني على هذه الأطراف اللي عندها تواجد ضعيف، مش ضعيف، صفري الحقيقة في الانتخابات، مش نزيد عليها، حتى تواجدها في الانتخابات في البرلمان كان بفضل البواقي، هذه البواقي أكبر البواقي. اليوم مثلا سي عبد البريكي جاب الصفر، هو جاب الصفر بالرغم حضوره دائم في وسائل الإعلام الخاصة والعمومية، يحضر بصفة خبير باسم كل الصفات، يحضر يسب العشرية وهو كان وزير فيها، لكن جاب الصفر، جاب الصفر. الله غالب حركة الشعب مثلا، الحركة الداعمة في 2019 جابت 16 صوت، عفوا 16 مقعد، وعملت وقتها كتلة مع التيار الديمقراطي، كتلة ديمقراطية. الآن في الانتخابات الجديدة هذه جابت 11، لأنها عاملة كتلة مع الوطن، وجابت 11 صوت، 11 هي من 154. هو النسبة حافظت عليها من 2022 2019 تقريبا 16 من 2000 من 217، وتو 11 من 154. لكن في ظل غياب الأحزاب التقليدية الإسلاميين التجمعيين وغيره، ورغم ذلك فشلت، فقط نجحت جابت 11 مقعد، في مقابل تعرف أكبر كتلة الآن راهو اللي يسير فيها هو من حزب النداء السابق، هو في جهة توزر، دكتور نسيت انا اسمه، الحفصي، تذكر دكتور، اصدق واحد في الحلف على اللوحه، ما حلفش على القران وقت في اليمين الوزاريه، دكتور مراد تذكر، تذكر اصدق واحد هذاك، هاو الصدق نتاعو اللي حلف على اللوحه ما حلفش على القران، كانوا قبل في العهد ما قبل 25، وتو موجود، هو عنده اكبر كتله في البرلمان. لا ما هو يسخيل اللوح المحفوظ حاشا وكلا حلف على اللوح لا علينا معناه. المهم معناها تو اتضح، يعني كشفت العورات، انكشف الغطاء، وسقطت مش اوراق التوت، كل النباتات اللي ممكن واحد يتغطى بها ما عادش موجود. الان اتضح انه ثم احزاب معناها عباره على فقاعات تقبلوا تو، وثم احزاب يعني لا تعيش الا كالقرات، باش نقولها بالدارجه، تعيش كيف الجراد معناها. علاش؟ خاطر ما ينجم يعيش الا على المضيف نتاعو. يعني. يموت المضيف، ما يموت المضيف يموت هو. بالتالي من مصلحته انه يلقى مضيف مش عليه. هذوما يحبوا يعيشوا على الدوله. يحبوا يترقوا بامتيازات الدوله. ويحبوا ياخذوا اي واحد في زعامه وقت نجم النهضه نقولها بعد قالوا لا ما تخليش. توا شد قيس سعيد السلطه أصبح يتقربون من الناس، هذه عبارة على قرات سياسي، قرات سياسي، لا يتغيرون للأسف الشديد. تعرف في القرآن وزنهم ضعيف جدا، وزنهم ضعيف جدا، ودون أي هذا جرى واحد وجاء الثاني معناه، يعني الناس هذه ما فماش أحزاب، ما فماش كتل قوية، ما فماش حتى حملات انتخابية قوية كما عهدناها، ومع ذلك لم تتحسن وضعيتهم. يعني تقريبا كانت عندهم إمكانية أنهم يطلعوا أكثر، وهم بالعكس معناها ما نجموا يكملوا معناها يكونوا كتلة إلا ما استعانوا في الكعبتين نتاع الوطن اللي ينتخبونها، ما أكثرش من هذا. هذه نسميوها معارضة، هذه ناس مازالت تحكي على تناقض ثانوي وتناقض أساسي وكذا، يعني مقاييس قديمة وأفكار لا معنى لها، والأصل أن تكون المبادئ هي المصلحة، مش أن تقف حسب المصلحة. على كل ساعات نقول انا زايد الحديث عليهم يا سيدي. هو اخشى ان يصدق فيهم القول، وان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله، المختلف السياسي حتى تبنوا موقف سعيد. دائما واحد يلزم يبقى الخطاب انه راهو يبقى هذا مختلفين سياسيين، ولكن يعني حتى اللي ساندوا سعيد قاومين ولا بطل كل توانسه، وهذه المرحله قصيره ان شاء الله يرجع شاهد العقل، لكن تعرف يخشى ان يصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى: فنادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. يعني كان يحلم بحاجة بعد 25 شهر، للأسف الشديد ما لقوهاش. إن شاء الله ربي يغفر لهم ويغفر لنا أجمعين. أعطيني صوت دكتور مراد اللي كان موجود. جيس كلمة بركة معنا. نعم.
راهو كان انا كيف يقول ساندوا قيس سعيد، عمرهم ما كانوا مساندين لقيس سعيد. بالنسبه لهم يريدون ان يستعملونه يعني كوسيله للتسابق الى السلطه، وهم اكثر الناس لو كان ينجحوا ويضعف قيس سعيد سيتخلصون منه، وقيس سعيد يعرف هذا. وانا مطمئن انه لن يقبلهم على خاطر ما يؤمنوش بحق شيء من اللي يقول فيه قيس سعيد. دكتور خديجة.